الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا هو درس التوابع. درس التوابع، ما معنى التابع؟ التابع هو اسم يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع، يعني أحكامه هي أحكام المتبوع الذي قبله. التوابع عندنا في اللغة العربية أربعة: نعت وتوكيد وعطف وبدل. يبقى إذن النعت والتوكيد والعطف والبدل هذه توابع تتبع ما قبلها في الإعراب، في التعريف، في التنكير، في التذكير والتأنيث. أول هذه التوابع التي سنتكلم عنها النعت. النعت هو اسم يوضح صفة فيما قبله، يعني مثلا عندما أقول هذا كتاب مفيد، رأيت كتابا مفيدا، نظرت في كتاب مفيد. كلمة مفيد صفة للكتاب، وبينت ووضحت صفة هذا الكتاب. يبقى إذن النعت هو اسم يبين أو يوضح صفة في المتبوع الذي قبله، ويكون مطابقا له في الإعراب. كتاب مفيد، كتاب مرفوع ومفيد مرفوع. رأيت كتابا مفيدا، كتابا منصوبة، مفيدا منصوبة مثلها. نظرت في كتاب مفيد، كتاب مجرورة، كذلك كلمة مفيد مجرور. يبقى إذن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، كذلك يتبعه في التذكير، كتاب مذكر ومفيد مذكر، كذلك يتبعه في التعريف، كتاب نكرة ومفيد نكرة. يبقى إذن التابع يتبع ما قبله في الإعراب، في التذكير والتأنيث، كذلك يتبعه في التعريف والتنكير، كذلك يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، كتاب مفرد ومفيد أيضا مفرد، وهكذا. يبقى إذن النعت هو اسم يوضح أو يبين صفة في متبوع قبله، ويكون مطابقا له في الإفراد أو التثنية أو الجمع، في التذكير والتأنيث، في التعريف والتنكير، وكذلك في الإعراب. طيب، النعت عندنا قسمان: نعت حقيقي ونعت سببي. يعني إيه نعت حقيقي؟ النعت الحقيقي هو الذي يبين صفة في المتبوع الذي قبله، زي كتاب مفيد. كلمة مفيد هنا بينت صفة في كلمة كتاب. لكن النعت السببي لا يبين صفة فيما قبله، وإنما يبين صفة في اسم ظاهر يأتي. يعني مثلا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فكلمة الظالم نعت سببي. ليه؟ لأنها لم تبين صفة في القرية، وإنما بيّنت صفة في اسم ظاهر يأتي بعدها: الظالم أهلها. ليست القرية هي الظالم، وإنما أهل هذه القرية هم الذين ظلموا. تمام؟ يبقى إذن النعت الحقيقي هو الذي يبين صفة في المنعوت قبله، زي كتاب مفيد، ده نعت حقيقي. ويرفع ضميرا مستترا. كلمة مفيد هنا فيها ضمير
يعود على إيه؟ على الكتاب، يعني مفيد هو. طيب النعت السببي هو الذي لا يبين صفة في المنعوت قبله، وإنما يبين صفة في اسم ظاهر يأتي بعده زي أهلها. كلمة الظالم هنا ليست صفة للقرية حضرات، لم تبين صفة في القرية، وإنما بينت الاسم الظاهر الذي يأتي بعده ورفعته على أنه فاعل لها. يبقى كلمة الظالم هنا نعت سببي، نعت سببي وليس نعت حقيقي. طيب النعت الحقيقي يا إما مفرد يا إما جملة يا إما شبه جملة. مفرد زي إيه؟ هذا كتاب مفيد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. طب الجملة إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية. إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية. يعني عندما أقول مثلا مضى يوم حره شديد، مضى فعل ويوم فاعل وحر مبتدأ وحر مضاف والهاء مضاف إليه، شديد خبر لحر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع صفة ليوم. يبقى هنا النعت هنا جملة اسمية، تمام؟ طيب مررت بطالب يذاكر دروسه. طالب اسم مجرور، يذاكر فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الطالب، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر لطالب صفة له. يبقى هنا النعت جملة لكن جملة إيه؟ فعلية. شبه جملة، شبه جملة، رأيت طائرا فوق الغصن. رأيت فعل وفاعل، طائرا مفعول به، فوق ظرف منصوب، تمام؟ هذا الظرف وقع صفة لمن؟ وقع صفة لهذا الطائر. يبقى إذن النعت الحقيقي إما أن يكون مفردا وهما ليس جملة ولا شبه جملة، وإما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة عبارة عن ظرف أو جار ومجرور. ده بالنسبة للنعت الإيه؟ الحقيقي، تمام؟ طيب النعت السببي، النعت السببي كما قلنا هو الذي يبين صفة في اسم يأتي بعده، لا يبين صفة في المنعوت قبله، وإنما يبين صفة في الاسم الواقع بعده. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. طيب إحنا قلنا النعت الحقيقي يتبع ما قبله فين؟ في الإعراب والتذكير والتعريف والتنكير والإفراد أو التثنية والجمع. ده بالنسبة للنعت الحقيقي حضرات، تمام؟ لكن النعت السببي هل بيتبع ما قبله في كل هذه الأشياء؟ لا، النعت السببي يتبع ما قبله فقط في الإعراب، من هذه القرية الظالمي في الإعراب، تمام؟ وفي التعريف والتنكير، القرية معرفة، كلمة الظالم إيه؟ معرفة بأل. لكن من ناحية التذكير، من ناحية التذكير فهو يكون تبعا لما بعده. الظالم مذكر وأهلها مذكر، يبقى هنا طابق ما بعده في التذكير فقط، تمام؟ ويلزم الإفراد، يعني لا يكون إيه؟ مثنى. يبقى إذن ملخص درس النعت أحبابنا الكرام،
النعت هو تابع من التوابع، يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتثنية أو الجمع وفي التذكير والتنس، هذا إذا كان نعتا حقيقيا. النعت الحقيقي هو الذي يبين صفة في المنعوت قبله ويرفع ضميرا مستترا، مثل هذا كتاب مفيد. هذا يتبع ما قبله في كل شيء، في الإعراب، في التذكير والتأنيث، في الإفراد أو التثنية أو الجمع، في التعريف أو التنكير. طيب النعت السببي يتبع ما قبله في التعريف والتنكير وفي الإعراب فقط، أما من ناحية التذكير والتأنيث فهو يتبع ما بعده وليس يتبع ما قبله في هذه النقطة. يعني هو يكون مثل الكلمة التي تأتي بعده من ناحية التذكير أو التأنيث. أما من ناحية الإفراد والتثنية والجمع فهو يلزم الإفراد، لا يكون مثنى ولا مجموعة. تمام؟ طيب النعت الحقيقي ينقسم إلى مفرد وجملة وشبه جملة. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، والنعت الجملة إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جارا ومجرور. هذا بالنسبة للنعت. بعد ذلك ندخل على التابع الثاني من التوابع وهو التوكيد. تحدثنا عن النعت بقسمين، النعت الحقيقي والنعت السببي، ثم بعد ذلك نتحدث الآن عن التوكيد. التوكيد كما سنعرف نوعان أحبابنا الكرام، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. طيب تعريف التوكيد إيه حضرات؟ التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لمنع توهم السامع، لمنع توهم السامع معنى غير المراد. يعني أنا أذكر التوكيد في الكلام حتى أبعد عن السامع هذا التوهم، لأنني مثلا عندما أقول مثلا جاء الرئيس نفسه، قد يظن عندما أقول جاء الرئيس فقط وأسكت، قد يظن ظان أن الذي أتى نائبه أو أحد نوابه أو وزيره أو رئيس مثلا المجلس الوزراء نائبا عنه، لكن عندما أقول جاء الرئيس نفسه أزلت هذا التوهم الذي قد يظنه المتكلم. يبقى إذن التوكيد هو يأتي به المتكلم لدفع ما يتوهم ثبوته عند المستمع أو عند المخاطب من معنى غير مراد. يعني المستمع قد يظن معنى غير مراد، فأنا بآتي بالتوكيد لكي أزيل هذا التوهم وهذا المعنى غير المراد. طيب التوكيد نوعان، لفظي ومعنوي. التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ نفسه، سواء كان اسما أقول جاء الرئيس الرئيس، أو فعلا يرتفع يرتفع الوطن بالعلم، أو حرفا أو جملة لن يضيع حق وراءه مطالب، أو جملة مثلا جاء النصر جاء النصر. كلمة الرئيس هنا حضرات أما نيجي نعربها جاء فعل ماض، الرئيس فاعل. طب كلمة الرئيس الثانية توكيد لفظي،
لكلمة الرئيس الأولى. يرتفع، يرتفع الوطن، يرتفع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم. يرتفع الثانية توكيد لفظي ليرتفع الأولى. هتلاحظوا أن التوكيد هنا اللفظي يا حضرات أخذ نفس الحكم الإعرابي، وأخذ أيضا نفس الحكم في التعريف، يعني هتلاقوا فيه تماثل وتطابق في الإعراب وكذلك في التعريف وكذلك في التذكير والتأنيث وهكذا. عندما أقول مثلا كلمة لن الثانية هنا توكيد لفظي للن الأولى. جاء النصر، جملة جاء النصر الثانية توكيد لفظي للأولى. يبقى إذن التوكيد عندنا نوعان، لفظي وهو تكرار تكرار الكلمة بلفظها سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. التوكيد المعنوي بقى اللي له إيه؟ له بعض الألفاظ مثل النفس، العين، كلا، كلتا، جميع، وكل، وأجمع، وأجمعون. كل هذه ألفاظ تدخل تحت التوكيد المعنوي، تؤكد المعنى. تمام؟ أقول جاء محمد نفسه، أعرب نفسه إيه؟ نفسه توكيد معنوي لمحمد مرفوعة مثله. يبقى إذن التوكيد يتبع ما قبله أيضا في الإعراب، في التعريف وفي التذكير وفي التأنيث وفي الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وهكذا. تمام؟ جاء الطالبان كلاهما، أعرب كلاهما أيضا توكيد معنوي للطالبان مرفوع علامة رفع المثنى لأنه ملحق بالإيه؟ بالمثنى. جاء الطلاب كلهم، كلهم ده للتوكيد الإحاطة والشمول. عندما أقول جاء الطلاب وأسكت قد يظن ظن أن بعض بس اللي جاء مش كل الطلاب، لكن عندما أقول جاء الطلاب كلهم أو جميعهم فأنا هنا إيه؟ أكدت هذا المعنى وأفاد هذا التوكيد الإحاطة والشمول. يبقى إذن التوكيد هو تابع، ملخص درس التوكيد أحبابنا الكرام، هو تابع يذكر في الكلام لمنع توهم معنى قد يتردد إلى ذهن السامع أنه أي غير مراد. تمام؟ طيب التوكيد هذا نوعان، لفظي ومعنوي. اللفظي هو أنني أعيد الكلمة بلفظها سواء كانت اسما، جاء الرئيس الرئيس، أو فعلا، يرتفع يرتفع الوطن بالعلم، أو حرفا، لن لن يضيع حق وراءه مطالب، أو جملة، جاء النصر جاء النصر. أما التوكيد المعنوي فله بعض كلمات مثل كلمة النفس، مثل كلمة العين، كلمة كلا وكلتا وجميع وكل وأجمع وأجمعون. كل هذه كلمات تستخدم في التوكيد المعنوي. بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن التوكيد وعن النعت. نبدأ في الحديث عن التابع الثالث وهو العطف. وهو العطف، العطف أحبابنا الكرام عندما نعرف العطف هو تابع يذكر في الكلام بعد حرف من حروف العطف. طيب يعني جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، جاء فعل ماضي، محمد فاعل، الواو حرف عطف. تمام؟ علي معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المجرور مجرور. يبقى إذن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. طيب أدوات العطف عندنا،
أو حروف العطف. حروف العطف. هناك حروف تعمل بلا شرط، وهناك حروف تعمل العطف بشروط. يعني مثلا الواو، الفاء، ثم، أو، كل هذه حروف تفيد العطف وتعمل بلا شرط، يعني لا يشترط أن تسبق بكلام ما. تمام؟ طب معناها إيه؟ الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع بين المتعاطفين من غير ترتيب ولا تعقيب، يعني لا تفيد ترتيب. أما أقول مثلا جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، أنا أفدت إن هما الاثنين إيه؟ أتوا، لكن أيهما أتى قبل الثاني؟ لم تدل على ذلك، يبقى الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. طيب الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، جاء محمد فعلي. الفاء هنا حضرات أفادت إيه؟ أفادت الترتيب، إن محمد، إن علي أتى بعد محمد وليس قبله. وأفادت التعقيب، التعقيب إن هو أتى بعده مباشرة من غير مهلة، مفيش تراخي، مفيش فاصل. يعني جاء محمد فعلي. طيب ثم للترتيب ها والتراخي، جاء محمد ثم علي. ثم هنا أفادت إيه حضرات؟ أفادت إن علي أتى بعد محمد، أفادت الترتيب. وأفادت التراخي إن هو لم يأتي مباشرة بعد محمد وإنما كان فيه فاصل، أتى بعده بنصف ساعة، بساعة، بيوم، يبقى فيه فاصل مدة زمنية بين مجيء محمد ومجيء إيه؟ علي. أو تكون للتخيير أو الإباحة، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو مثلا جالس محمدا أو أحمدا، تزوج هندا أو أختها. يبقى أو من حروف العطف تفيد التخيير أو الإباحة. إيه الفرق بين التخيير والإباحة حضرات؟ التخيير بيمنع الجمع، يعني تزوج هندا أو أختها، يا إما هند واحدة منهم، لكن تجمع بينهم الاثنين ما ينفعش، ده معناه التخيير. يبقى التخيير يمنع الجمع بين المتعاطفين، لكن الإباحة لا تمنع. أقول لك، أقول لحضرتك إيه؟ جالس الحسن أو محمدا، جالس محمدا أو أحمدا، أو تجالسهم الاثنين ما فيش مشكلة، ده معناه الإيه؟ الإباحة. هناك حروف عطف تعمل لكن بشروط، لابد أن تسبق ببعض الكلمات، زي إيه؟ لا، لا إما أن تسبق بأمر أو إثبات. اضرب محمدا لا عمرا، جاء محمد لا عمرا. لا هنا أفادت إيه حضرات؟ هنا نفت الحكم عما بعدها، أثبتت الحكم لما قبلها ونفته عما بعدها. اضرب محمدا لا عمرو، يبقى لا تكون حرف عطف بس بشرط أن تسبق بأمر يعني طلب أو إثبات، لا تسبق بنفي. تمام؟ طيب بل تسبق بنفي أو إثبات، ما جاء محمد بل عمرو، جاء محمد بل عمرو. بل يا حضرات لو سبقت بنفي، لو سبقت بنفي هنا بتنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها، ما جاء محمد بل عمرو، يبقى انا نفيت المجيء عن محمد واثبته لمن؟ لعمرو. طب لو جاءت بعد الاثبات تفيد الاضراب،
الإضراب، يعني أنا أضرب عن الكلام السابق، تمام؟ وأثبته لما بعده. طيب، لكن حرف عطف معناه الإيه؟ الاستدراك، مثل بل. ما جاء محمد لكن عمرو. انا بأنفي المجيء عن محمد واثبت هذا المجيء، او اثبت هذا المجيء لمن؟ لعمرو. ده معنى الايه؟ الاستدراك. كذلك من حروف العطف التي تعمل بشرط حتى، حتى الغائيه واللي هي تفيد التدرج، يعني يشترط أن يكون ما بعدها اسما ظاهرا مفردا جزءا مما قبله، يعني يموت الناس حتى الأنبياء. حتى حرف عطف يفيد التدرج والغاية، تمام؟ حتى لكي تكون عاطفة أحبابنا الكرام لابد أن يكون ما بعدها إيه؟ اسم ظاهر وليس ضمير، ويكون الاسم دي مفرد مش جملة، ويكون جزءا، أن يكون جزءا مما قبله. الأنبياء دي جزء من إيه؟ من الناس، ولا مش جزء من الناس؟ جزء من الناس. هذا ملخص درس العطف. يبقى إذن العطف أحبابنا الكرام هو تابع يذكر في الكلام بعد حرف من حروف العطف. حروف العطف على قسمين في اللغة العربية. قسم يعمل بدون شرط، يعني لا يشترط أن يسبق بكلام ما، تمام؟ وقسم يعمل بشروط. حروف العطف التي تعمل بدون شرط هي الواو والفاء وثم وأو. الواو تأتي لمطلق الجمع بين المتعاطفين دون ترتيب أو تعقيب، يعني لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم تفيد الترتيب والتراخي، أو تفيد التخيير أو الإباحة. وقلنا إن التخيير يمنع الجمع بين المتعاطفين، أما الإباحة فلا تمنع الجمع بين المتعاطفين. بعد ذلك هناك حروف تعمل العطف ولكن بشروط، وهي لا، بل، لكن، حتى. لا لابد أن تسبق بأمر أو إثبات، وتنفي الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. طيب، بل تسبق بنفي أو إثبات. لو سبقت بنفي فهي تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. لو سبقت بإثبات أفادت معنى الإضراب. لكن تأتي حرف عطف لابد أيضا أن تسبق بنفي كبل، تمام، وتفيد الاستدراك. حتى حرف حتى لكي يكون عاطفا لابد أن يكون ما بعده اسما ظاهرا مفردا جزءا مما قبله. هذا ملخص لدرس العطف في اللغة العربية. يتبقى لنا درس البدل، ونكون بذلك قد انتهينا من درس التوابع. ما معنى البدل أحبابنا الكرام؟ البدل هو التابع الرابع من التوابع في اللغة العربية. وكما قلنا قبل ذلك إن التوابع كلها تتبع ما قبلها في الإعراب وفي التذكير وفي التأنيث وفي التعريف وفي التنكير. طيب، عندما نأتي نعرف كلمة بدل، إيه هو البدل؟ البدل هو تابع ممهد له بذكر اسم قبله. أما نقول مثلا التابع، هو تابع، البدل تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته. يعني مثلا الدكتور محمد أتى اليوم. الدكتور مبتدأ،
كلمة محمد بدل. بدل من إيه؟ من كلمة دكتور. طيب ده معناه التابع. البدل كلمة محمد دي بدل. طيب هذا التابع مهد له بذكر كلمة قبله. هذه الكلمة التي ذكرت قبله ليست مقصودة. يعني كلمة الدكتور ليست هي المقصودة، أنا أريد كلمة محمد. يبقى إذن البدل هو تابع ممهد له بكلمة ذكرت قبله. هذه الكلمة التي ذكرت قبله ليست هي المرادة، وإنما المراد هو الإيه؟ البدل. ولذلك عرف أيضا البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تمام؟ طيب أنواع البدل إيه ده؟ أنواع البدل في اللغة العربية بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمام. احنا عرفنا حضرات دلوقتي ان البدل هو تابع ممهد له، يعني هذا التابع قد ذكر قبله كلمة توطئة له وتمهيد له لكنها غير مقصودة وغير مرادة، لأن البدل هو المراد وهو المقصود. تمام؟ طيب البدل في اللغة العربية عندنا ثلاثة أقسام. بدل كل من كل، وهو أن يكون البدل عين المبدل منه. طب بيتحقق ده ذلك إمتى؟ عندما يكون اسم إشارة ويأتي بعده اسم مقترن بأل. يعني مثلا ذلك الكتاب، يبقى كلمة الكتاب بدل من ذلك. بدل ايه حضرات؟ كل من كل. يعني البدل هو عين المبدل منه، يعني يصح ان احذف المبدل منه واضع مكانه البدل الكتاب. تمام؟ يبقى البدل اذا كان عين المبدل منه يكون بدل كل من ايه؟ من كل. يتحقق ذلك في اسم الإشارة إذا أتى بعده اسم مقترن بأل، أو وظيفة أو لقب أتى بعدهما اسم. يعني مثلا الوظيفة مثلا كلمة الدكتور وبعد كده بعدها اسم محمد، يبقى أعرب محمد إيه؟ بدل كل من كل من كلمة دكتور. تمام؟ السفاح أبو العباس، السفاح دي لقب أتى بعده اسم. تمام؟ يبقى كلمة أبو العباس دي بدل كل من كل من كلمة إيه؟ السفاح. يبقى بدل كل من كل هو أن يكون البدل عين المبدل منه، هو هو، ويسموه بدل مطابق. بدل مطابق يعني البدل قد تساوى مع المبدل منه في الدلالة وفي كل شيء. يتحقق ذلك فين؟ اسم الإشارة إذا أتى بعدها اسم مقترن بأل، أو وظيفة أو لقب يأتي بعدها اسم، نعرب الاسم إيه؟ بدل كل من كل من اللقب أو من الإيه؟ طيب طيب لو أنا قدمت الاسم هنا حضرات على اللقب أو الوظيفة، قلت محمد الدكتور، يبقى الدكتور أعربه نعت. إذا تقدم الاسم على اللقب أعرب اللقب إيه؟ نعتا. طيب ده بالنسبة بدل كل من كل، يبقى بدل كل من كل أن يكون البدل عين المبدل منه وليس جزءا منه أو مما يشتمل عليه. طيب بدل بعض من كل، أن يكون البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه. يعني أعجبني الطالب شعره، أعجبني فعل ومفعول والطالب فاعل، شعره بدل، بس بدل إيه؟ بدل بعض، لأن الشعر جزء من الطالب، جزء حقيقي منه، جزء حقيقي من الطالب. طيب ده بالنسبة بدل البعض من كل. يبقى إذن أعجبني الشجرة أغصانها، أعجبتني
أعجبتني الشجرة أغصانها. أيضا أغصانها بدل بعض من كل من الشجرة، لأن الأغصان جزء حقيقي من الإيه؟ من الشجرة. طيب إيه بدل اشتمال بقى؟ بدل اشتمال أن يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه لكنه ليس جزءا حقيقيا منه. يعني أعجبني الطالب علمه. علم هنا حضرات بدل من الطالب، لكن بدل إيه؟ هل العلم ده جزء حقيقي يعني عضو حقيقي في الإنسان؟ لا. ولذلك نقول عليه إيه؟ بدل اشتمال، يعني مما يشتمل العلم مما اشتمل عليه الطالب، يعني الطالب يشتمل على العلم ويشتمل على غيره، لكن ليس جزءا حقيقيا من الطالب. فالعلم ليس جزءا حقيقيا من الطالب. يبقى إذن ملخص درس البدل أحبابنا الكرام، هو تابع مقصود بالحكم، تمام، أو تابع يمهد له بذكر اسم قبله يكون توطئة وتمهيدا له. هذا الاسم الأول ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هو الاسم الإيه؟ الثاني. البدل هذا من التوابع. يعني إيه من التوابع؟ علشان ما ننساش، يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والتثنية والجمع. أقسام البدل، البدل ثلاثة أقسام: بدل كل من كل، وهو أن يكون البدل عين المبدل منه، ويتحقق ذلك فيما إذا كان الاسم الأول اسم إشارة ثم أتى بعده اسم مقترن بأل، أو وظيفة أو لقب ثم أتى بعدهما اسم، تمام؟ يبقى إذن البدل إما أن يكون بدل كل من كل أو مطابق، أو بدل بعض من كل، هو أن يكون البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه، مثل أعجبني الطالب شعره عينه، فالشعر جزء حقيقي وعضو حقيقي في الطالب، تمام؟ كذلك بدل الاشتمال، وهو أن يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه لكنه ليس جزءا حقيقيا في المبدل منه. بذلك أحبابنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، وهو درس التوابع. وكما قلنا، التوابع في اللغة العربية نعت وتوكيد وعطف وبدل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.